عبد العال، بابا أركو، محمد فضل، محمد سالم، دكة البدلاء، حسن شاهين، محمد شوقي، غريب، شريف علاء، عمر جمال، كريم مصطفى، محمد عبد الواحد، وطاهر محمد طاهر، طاقم تحكيم بقيادة حكمنا محمد الحنفي، معاه سامح الشرباجي وأحمد بكر. لو انت قاعد في مقصورة ملعب بتروسبورت هيبقى على يمينك أبيض فأبيض فأبيض نادي الزمالك، وعلى شمالك أصفر فأصفر في أسود نادي المقاولون العرب. إذن أعزائي المشاهدين، مباراة من العيار الثقيل ما بين الزمالك والمقاولون العرب، لمن تكون الغلبة اليوم؟ عنوان المباراة حمادة، يحاول حمادة، شماله مش موجودة قوي، كان الله في عونه، حمادة ما عندوش إمكانيات شمال، وده غصب عنه، هو يعني اللعيب مش أشول، كتر ألف خيره إنه بيكمل في الهجمات، هو لقى نفسه حازم إمام مكمل، حازم كله مجهود فردي، كله شغل فردي، ما فيهوش شغل جماعي. تعود مرة أخرى زملكاوية، اتحط في الجنب اليمين عند عمر جابر، الجبهة اللي بتتعمل حلوة قوي ما بين عمر وحازم، والعرضية تبحث عن الرأسية، والرأسية راح لها حمادة طلبة، وأي غلط، ده مش حمادة طلبة، ده أحمد عيد، يبقى نلومه على طول. تعود مرة أخرى لعمر جابر، يلعب عرضية، العرضية ممتازة، لكن واحد وسط أربعة ما يقدرش يعمل أي حاجة. جمال سهلة لإبراهيم صلاح يحطها على طول في الشمال، أدي عمر جابر ملوش مكان مأمنه فيه او مثبته فيه، فريرة مديله حرية تامة، فريرة لعمر جابر، وبالتالي بيتحرك ما بين اليمين والشمال، يحاول يجي يعمل جبهة مع احمد عيد عبد الملك، احمد عيد واخد اكتر الجنب الشمال. المية اللي انتم بتشوفوها دي عملت مشكلة قبل اللقاء، لانه الزمالك كان عايز يرش الملعب مية، وادارية التانية راحت لعمر جابر، ادي التالتة، اول مرة نعد تلاتة هنا، عنده فرصة يدي عمر يشوط، مش وحش مش وحش، وماله مش بطالة، ركنية في الانتظار كوفي وباسم، اتعملت قصيرة صغيرة، راحت لعمر مرة تانية، عرضية رائعة، لكن دفاع اروع من مودي ومحمود عزت ومعتصم سالم، تصل مرة اخرى من كوفي، العرضية مرة تانية معتصم سالم من اعلى نقطة، تصل مرة اخرى زملكاوية بيضاء، الوقت بيمر، الوقت بيجري، توصل مرة تانية، حلوة التمريرة، احمد عيد، والعرضية على حدود المنطقة، عدل وشاط، والعرض ايمن حفني، هم متمرنين على الباص الصغير، وعندهم كذا حل كذا حل كذا حل، والحل جه من راس محمد كوفي. قلت لكم واحد من ابرز اللاعبين، من ابرز الصفقات السنه دي، قلت لكم عندهم كذا حل، والحل جه من راس كوفي، راس كوفي مظبوطه يا باشا. كوفي ايه ده؟ كوفي على مزاجك، ده كوفي مظبوط، ده كوفي زياده، ده كوفي ساده على المقاولين العرب، يعني فندق، يعني عايز اقول لكم فنجال كوفي حلو قوي من محمد كوفي للمقاولين العرب. قال له انت عايزها مظبوطه؟ مظبوطه بالصعود على شمالك، عايزها بالزياده؟ بالزياده يدفع المقاولين على شمالك، عايزينها ساده يا بتوع المقاولين؟ بالساده اهي، كانوا شغاله معاها في السويس هناك، مش عشان قناه السويس الجديده، لا، عشان قناه بتروجيت الجديده، وهي شغاله مع النادي الاهلي، شغاله. سجد الشكر، سجد الشكر لله، لا يا بابا لا، تاني على طول هجمه زملكاويه وتسديده مره اخرى، ايه الحلاوه دي؟ كان فين الكلام ده من زمان؟ والراسيه توصل مره اخرى لاصحاب الزي الابيض، الزمالك فاق، والعرضيه، والتاني التاني احمد عيد عبد الملك، مجنونه يا كوره، مجنونه يا كوره، مجنونه يا كوره، بجد مجنونه، من احزان للزملكاويه من دقيقتين من ضربه جزاء اتحسر، شناوي عملاق، توصل مره تانيه، عمر جابر له دور في الهدفين، اتعملت، ايمن حفني ليه دور في الهدفين، يا سلام يا سلام يا سلام، قد ايه حلوه الاجوان، قد ايه حلو الكلام، حلو الكلام قوي قوي قوي. ادي الولد احمد توفيق، احمد توفيق مش ايمن حفني، احمد جيت، يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، ده شعار الجماهير الوفيه، ابناء النادي الاهلي، الزمالك شكل تاني خالص، هجم اهو، عمر جابر عرضيه والله ممتازه، والله ممتازه، لكن الراسيه ما جاتش مظبوطه من ابراهيم صلاح، ما يقدرش يعمل اكتر من كده، تبقى ضربه مرمى لصالح المقاولون العرب. استسلم تماما المقاولون العرب، بصوا ابراهيم طلع، تقول لي فاول، ايه اللي فولها؟ لعبة رجولة معمولة وكأن فيها تكتيك على القائم البعيد، بس هنا بقى ما كانش يتحط ابراهيم صلاح، هنا كان يتحط كوفي، طلع على طول اسلام جمال، استلم عمر جابر اللي في كل مكان، عمل مباراة ممتازة، وكمان عمر جابر تمريرة ممتازة لأحمد عيد، هو كمان هجوميا ممتاز النهاردة، التمريرة كمان رائعة، هجمة أحمد توفيق،
حطها مره ثانيه لايمن حفني، ايمن حفني فات بمهاره، فات بمهاره، الثالث جاء، الثالث خلاص 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 خلصت. وكمان احمد عادل لما الاهلي بيحتاجه ما بيتاخرش. عندنا عدد من الحراس الجيدين، حازم امام، حازم امام يا ولد، احمد توفيق يا ولد يا ولد يا ولد، والله لو جون كانت تبقى احلى. ايمن تسديده جول، لا يا خبر ابيض يا ابراهيم يا صلاح، عمر جابر، مش معقوله فرصه هدف في محاوله هجوميه، ادي فرصه عمر جابر. اللعيبه بتضيع موهبتها، بتضيع فرصها. هجمه زملكاويه، يا ولد 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 يا احمد توفيق، يا ولد يا احمد توفيق. الظاهر ده تسلل سامح الشرباجي، لكن الجمله حلوه قوي، الجمله حلوه قوي قوي قوي. تسلل موجود، سابق سابق بيدوب بربع يدوب يعني، لكن انقذها محمود ابو السعود، تسلل هو الاول. المباراه المتبقيه لنادي الزمالك، المباراه المتبقيه الاهلي، بس بعد ما نخلص الهجمه، بعد ما نخلص الهجمه التي قد تسفر عن هدف رابع لنادي الزمالك. حازم امام يرجع تاني، رقص الظاهر مسموح لهم النهارده اللعب بره. المباراه المتبقيه للاهلي، وادي دجله وسموحه والمصري والزمالك وانبي، يعني برضو مباراة